السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل نقط مهمة في موضوع الديزاين بتاع الميكانيكال سيل والاختيار بتاعه. هنتكلم المرة دي على السكندري سيل. السكندري سيل احنا قلنا البرايمري اللي هما الميتنج فيس اللي هو الثابت والمتحرك، حلقتين الثابتة والمتحركة. السكندري سيل اللي هو ايه؟ اللي هو الاورنجات اللي موجودة جوه، سواء اللي تحت الثابتة او اللي تحت المتحركة او اللي تحت الجلاند. احنا اتكلمنا في النقط اللي فاتت على البالانس ريشيو وشكل الصلبة والكربونة ونوع السبرينج، وقلنا البوشر والنون بوشر. طيب السكندري سيل المرة دي زي ما قلنا، السكندري سيل هما الاتنين الاورنجات دول، سواء اللي تحت الحلقة الثابتة اللي في الركبة في الجلاند، او المتحركة، او اللي تحت الحلقة المتحركة اللي تحت الحلقة المتحركة اللي دايما بتتحرك معاها، اللي هو بنسميها الديناميك. طيب قلنا انواع السيل، في عندنا الديناميك اللي هو بتركب في الميكانيكال البوشر تايب، ونراجع موضوع البوشر تايب في الفيديوهات اللي قبل كده، اللي هي الاورنج ده. والاورنج ده دايما بيتحرك في البوشر تايب، بيتحرك على العمود مع الحلقة المتحركة. النون بوشر تايب بيبقى راكب على القفص لكنه ثابت ما بيتحركش، ونراجع الفيديو زي ما قلنا عشان نعرف الفرق ما بينهم. لكن في الحالتين في اورنج ما بين الحلقة المتحركة وما بين العمود، وطبعا في ما بين الثابتة وما بين الجلاند. طيب نتكلم اول حاجة على السكندري سيل، نتكلم على الاورنج الدايناميك. الحاجات السيل الالاستومر، الحاجة الكاوتش او البوليمر الدايناميك اللي بتعمل سيل ما بين الحلقة المتحركة وما بين العمود. اول حاجه نوع كده ناخد من ناحيه الشمال، انها تكون بيلو، واحنا خدنا انواع البيلو قبل كده واتكلمنا عليها، سواء بيلو بوليمر، سواء مصنوع من انواع من الرابر او مصنوع من التفلون، تمام كده. او يكون النوع اللي بعده اللي هو نص بيلو، مش بيلو كامل، او النوع اللي بعده انه يكون تفلون، البيلو ده مصنوع من التفلون. النوع الاخير ان تكون ويلدد ميتال، ان البيلو ده يكون حديد، وكل دول شرحناهم قبل كده. طيب ممكن يبقى اورنج؟ لا، في عندنا من تحت كده من ناحيه الشمال ممكن يبقى فيرنج. فيرنج يعني ايه؟ نوع من انواع السيل على شكل فيهات، بيركب فيهات مع بعضها. في فيديو قبل كده في الهيدروليك، في دوره الهيدروليك، هتلاقينا شارحين في الفيرنج. او يو كاب برضه شرحناها في الهيدروليك، انه يبقى على شكل يو. بعد كده النوع الويدج. الويدج ده اللي هو ايه؟ عامله زي اورنج مسلوب او وتد، يعني سالبه، واخد شكل مخروطي. في اورنج يكون كابسوليتد. كابسوليتد يعني ايه؟ يعني القلب بتاعه نوع خامة، والخارجي مغطينه بخامة تانية. وبعدين الأورنج العادي. طب تعال نشوف كده أمثلة. ده اللي قدامنا الرابر بيلو، هنا التفلون بيلو، وهنا الويلدد بيلو اللي هو الويلدد ميتال بيلو. دول زي الأنواع اللي شرحناها في الصفحة اللي قبل كده. طب تعال نشوف ده الفي سيل. الفي سيل ده اللي هو فيهات بتركب ورا بعض، هتلاقي في فيديو قبل كده بيشرحه بالتفصيل وازاي بيركب. طيب بعد كده الويدج. الويدج ده اللي هو ايه؟ اللي هو حاجة مسلوبة، تخش مخروط مسلوب تحت الحلقة المتحركة علشان كل ما تضغط عليها تعمل سيل اكتر. طيب انواع الاورنج، قلنا الاورنج الكابسوليتد ان يبقى عندي اورنج من جوه حاجة ومغطيه من بره بغلاف تاني عشان يستحمل كيميكال، تفاعل كيميائي، او يستحمل حرارة. مثلا اللي قدامنا ده اللي جوه سيليكون، الاحمر ده اللي جوه سيليكون ومتغطي من بره بتفلون. النوع الاسود اللي تحتيه اللي جوه فايتون ومتغطي من بره بتفلون، يبقى الخارجي تفلون والداخلي مره سيليكون ومره فايتون. تعال نشوف كده اهو، اللي تحت اهو الاحمر، اول من ناحيه الشمال الاحمر ده سيليكون وعليه تفلون، اللي في النص فايتون وعليه تفلون، الاخير ده لا ده مش اورنج عادي، ده اورنج مخروم من جوه، من جوه فاضي، يبقى هولو، وبعدين حلقه تفلون، وبعدين حلقه سيليكون، وبعدين حلقه تفلون. طيب في نوع تاني اسمه دبل كابسوليتد. يعني ايه دبل كابسوليتد؟ زي ما احنا شايفين كده، هنشوف من ناحيه الاسود ده عباره عن ممكن يبقى تيفلون، ممكن يبقى فايتون، ممكن يبقى ناتشرال رابر ان بي ار، بعدين في عليه طبقه تيفلون، وبعدين في طبقه تيفلون تانيه. تعال نشوف كده اهو، ادي الطبقه التيفلون الاولانيه، وبعدين في طبقه تيفلون تانيه اهي، وكاني ملبسه قميصين عكس بعض. تعال نشوف كده، ادي القميص الاولاني والقميص التاني اهو، شايفينها؟ ادي قميص اهو جوه محطوط فوق الاسود ده اللي هو الخامه الاصليه، وبعدين في قميص تاني اهو عليه، يبقى كده اتنين عكس بعض راكبين، ده الدبل كابسوليتد اورنج. طيب
تعالوا بقى نتكلم على انواع الاورنج كمان اللي بتركب في الثابت. ممكن تبقى اورنجات من اللي فاتت دي على فكره، بس نبتدي نقول بتركب ازاي، طريقه تركيبها ازاي. ممكن تبقى الحلقه الثابته كده، اول نوع اهو حلقه ثابته، والحلقه الثابته انا مخلق فيها جروف ومقعد فيه الاورنج، يبقى الاورنج قاعد جوه الحلقه الثابته. جميل كده. طيب بس لازم يبقى في الحاله دي في عندي بن يوقف الحلقه الثابته دي، ما يخليهاش تلف مع الدوران وقلنا قبل كده في فيديو البن ده بيبقى شكله ايه. طيب ممكن يبقى الاورنج الحلقه الثابته انا عامل فيها خلع على شكل حرف ال زي اللي قدام ده ومقعد فيه الاورنج، تمام كده، تمام، برضو بيبقى فيه بن. بعد كده ان تكون الاورنج، لا انا عامل الخلع مش في الحلقه، حلقه الميكانيكال ستيل، عامل الخلع موجود في الجلاند نفسه اهو، شايفين الحلقه الاسود ده هو الاورنج، تمام، وبرضو بحتاج في الحلقه دي بن. ممكن يبقى عندي مصنع الجوان اللي هيعمل سيل ما بين الجلاند والحلقه الثابته من التفلون على شكل حرف ال زي اللي قدامنا اللي هو لونه احمر ده، ده يو كاب كاب، ومقعدها جواه يبقى على شكل حرف ال. طيب ممكن اعمله من التفلون او بوليمر. طيب بعد كده في نوع تاني، ان تكون عندي انا مخلق جوه، عامل كتف جوه الحلقه الثابته ومقعد جواها حلقه تفلون لكن مش على شكل اورنج، على شكل مستطيل، وفي الحاله دي برضو بحتاج بن يثبتها. بعد كده ان تبقى الحلقه التفلون حلقه الميكانيكال سين بتاخد ساندوتش قبليها جوان وبعديها جوان، الجوان اللي بقى اللي قبليها واللي بعديها ده ممكن يبقى تفلون، ممكن يبقى سبايرال روند جاسكت، ممكن يبقى فايبر، ده على حسب الحراره والضغط اللي عندي. تمام، تعال نشوف الموضوع ده ازاي. اللي قدامنا ده اهو ان الاورنج هنا متخلق له جروف جوه الحلقه نفسها، هنا لا ده بيركب فيها من جنب واحد، وعندي برضو بين اهو للتثبيت، شايفينه كده. بعد كده لا ده انا هنا مركب في ظهرها ويدج تفلون، شايفين الويدج التفلون المسلوبه هي هنا اهي. النوع اللي بعد كده ان انا بكسيها رابر او تفلون وبطبخهم مع بعض، وبتبقى هي بايته جواه على حرف ال، ده اللي هو على حرف الرابر ده على حرف ال واخد جنبين منها. بعد كده ان يكون في الحلقه دي متاخده ساندوتش ما بين جوانين، ادا واحد وده التاني. طيب بعد كده ان تكون الحلقه دي عندي راكبه في كتف تفلون مغطي، لو لاحظ كده هنلاقيه مغطي اكتر من تلتينها، تمام كده. دي انواع حقيقيه، صور حقيقيه للاشكال اللي شفناها في السلايد اللي قبل دي على طول. طيب الالاستومر دي ممكن تكون مصنوعه من خامات كتير جدا، ممكن تبقى فايتون، ممكن تبقى بي تي اف اي اللي هو تيفلون، ممكن تبقى ناتشورال رابر، ممكن تبقى جرافيت، ممكن تبقى سبايرال روند جاسكت. دي الخامات اللي دارجه فتستخدمها ليه على حسب درجه الحراره والكيميكال رياكشن مع الحاجات دي. دي صوره بتوضح اهم انواع، اهم خامات السكندري سيل الاورنجات، والاختصار بتاع كل واحد مكتوب تحتيه. طيب اهو زي ما كنا بنقول نراجعهم تاني اهم، ادي لو انا مخلق الجروف جوه الحلقة الميكانيكال نفسها اهو، هنا لو انا حاطه جوه تفلون حرف ال اهو اللي هو الابيض ده، شايفين بتلاقوا بنفس اللون بتاعها. هنا لو انا عامل خلع في الحلقة الميكانيكال سيل وحاطط اورنج اهو بالشكل ده كده، الاحظ ان دايما الاورنج متلون بلونه الحقيقي وحلقة الميكانيكال متلونة بلون حقيقي، هنا ابيض وهنا ابيض. هنا لو نلاحظ اهو مطبوخ عليها كاوتش متلون باللون الاسود اهو، تمام. هنا لو واخده سندوتشين مع بعض، سندوتشين واخد الاثنين جاسكت واخدين الحلقه بينهم سندوتشين سندوتش اهو، ادي جوان وادي التاني، وهما الاثنين دول واحد قبليها وواحد بعديها. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.